اهلا وسهلا بكل شباب اولى ثانوي في كل مكان، وحلقه جديده من البروجرام بتاعكم بنك المعرفه. النهارده جايين نكمل شغلنا، قلنا مراجعه عامه على الوحده الاولى دكا بنك المعرفه. الهدف منه ان احنا نخلي الشغل بتاع الامتحان سهل وفي ايدين حضراتكم. تمام، طيب احنا المره اللي فاتت عملنا ايه؟ المره اللي فاتت خدنا اهم الكلمات بتوع الوحده، بس شغلناهم على اكزرسيس مذكر ومؤنث وجمع ان دي داكا، وخدنا فيرب مهم قوي اللي هو سابلي، وخدنا كمان فيرب اتر داكا. طيب في ايه تاني في الوحده شغل مهم؟ في حاجات كتير، منها طبعا كلمات مذكر ومؤنث، وكمان الصفات. الصفات بتاعتي عندي صفات كتيره جدا، حبينا ان احنا نوضحها لكم باكزرسيس. الاكزرسيس بيقول لك ايه؟ بيقول لك مي او فيمينا. مي او فيمينا يعني ضع في المؤنث. داكور؟ طب خلي بالك دي اسئله تطبيق على اللي انت ذاكرته، بس مش الامتحان مش هيجي كده. الامتحان هيجي حاجه مختلفه، الامتحان هيجي ابسط بكتير، الدنيا هتبقى سهله وبسيطه جدا، كلها عباره عن اختيارات. داكور؟ بس احنا هنا جايين ندربكم علشان نطمن ان انتم مذاكرين وحافظين، ولو ان شاء الله في الامتحان يعني جالكم اي سؤال هتبقوا جاهزين. فمي او فيمينا ضع في المؤنث. يلا، سي كريم ان كامراد دو كلاس ايلي سوسيابل. ايه الجمله دي؟ انا بعرفك بقول لك سي كريم يعني هذا يكون كريم، ان كامراد دو كلاس زميل من الفصل، ايلي سوسيابل. ايلي سوسيابل يعني ايه سوسيابل؟ سي كوا لا بيرسون سوسيابل؟ يعني ايه بقى الشخص السوسيابل؟ لا بيرسون سوسيابل سي لا بيرسون كي ا بوكو دامي، الشخص اللي عنده صحاب كتير قوي، شخص اجتماعي، شخص لطيف، شخص الناس كتيره بتلجأ له لان هو يعني متفهم ومبتسم ودماغه كبيره وعنده عشان كده عنده صحاب كتير قوي. داكور؟ طيب لو انا جيت عملت مي او فيمينا، تعالى نحط الجمله دي في المؤنث. طب هنشتغل ازاي؟ بص يا سيدي، شلنا كريم حطينا اسم بنت وليكن روزا مثلا، السي هتنزل زي ما هي، روزا ده مكان كريم يبقى السي روزا. الآ اللي قبل كامراد خليناها ان، طب كامراد غيرناها؟ لا ما غيرناهاش، لان قلنا كامراد محايده، تمشي ولد وتمشي بنت. دو كلاس زميل من الفصل بقت زميله من الفصل، كلمه فصل مش هتتغير. نيجي بقى ايل اي سوسيابل، الايل دي اللي هي هو هنشيلها ونحط ال، الفرب ثابت وسوسيابل هتنزل زي ما هي لان هي زي كامراد الاثنين محايدين، سوسيابل من الادجكتيف المحايدين برضه، تمشي ولد وتمشي بنت. يبقى سي كريم ان كامراد دو كلاس الي سوسيابل، هذا كريم زميلي من الفصل هو يكون اجتماعي. بقت سي روزا ان كامراد دو كلاس الي سوسيابل، هي تكون اجتماعي. دكار؟ تعالى نشوف الجملة الثانية. وسيم اي تيميد اي امباسيون. وسيم ده طبعا اسم ولد، تيميد يعني خجول بيخجل، ودي صفة محترمة جدا على فكرة، يعني مش عشان هو ولد المفروض ان هو ما يخجلش، بالعكس. وسيم تيميد وامباسيون، هو خجول شوية بس كمان عنده امباسيونس، يعني ايه؟ عنده عدم صبر، يعني متعجل على طول. هو خجول بس عنده متعجل، يعني ما بحب يعمل الامور كلها بسرعه، ودي بالصفه مش حلوه قوي، التريث مطلوب نوعا. طيب هنعمل ايه هنا؟ شلنا وسيم اللي هو اسم الولد وحطيناها اليس، حط اي اسم بنت. طب ممكن نعمل ايه تاني غير اسم البنت؟ نشيل اسم البنت ونحط ال، يعني وسيم لو شلته احطه هو ال، فانا ممكن اشيل وسيم اللي هو الال واحوله الى المؤنث ال، او احط اسم بنت
شوف ايه الاحسن لك. يبقى شلت وسيم وحطيت اليس. ايه الفرب؟ هو فرب اتر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، يبقى ايه هينزل ثابت. تيميد محايد، يبقى هقوم حاطط هحطه زي ما هو تيميد تيميد. الاتي دي العطف، هو خجول وغير صبور، يبقى بتنزل العطف اللي هي الوا. والامباسيون هقوم مزود علامه المؤنث اللي هي الاو، تبقى امباسيونت. يبقى اليس خجوله ولكن هي ما عندهاش صبر. داكور. يبقى خلي بالك لو انا عايزه احول من مذكر الى مؤنث في حاجات هتتغير وحاجات لا. ايه الحاجات اللي هتتغير؟ اكيد الان هتبقى ان، والصفات هدور على شكلها المؤنث اللي بيخلص بحرف ساكن زي امباسيون هحط له او تبقى امباسيونت. الصفات اللي اخرها او بتفضل زي ما هي، او زي تيميد او سوسيابل. داكور. لو كان اسم ولد بشيل واقوم حاطه اسم بنت، يا اما ممكن احط الضمير ال. داكور. طب تعالى نكمل. نمرو 3. جي ان كوبان إلي غورمان. جي ان كوبان يعني انا عندي صديق. إلي غورمان، غورمان يعني سي كي لو غورمان، يعني ايه غورمان؟ غورمان سي لا بيرسون كي مانج بوكو، ده الشخص اللي بياكل كتير قوي. فانا عندي صديق او صاحب وهو غورمان، يعني هو اكول او نهم او شهيته مفتوحه على طول. عايزه اعمل دي في المؤنث. جي انا عندي، ده فيرب افوار بينزل زي ما هو. ان كابا طبيعي هنغيرها، احنا خدنا كلمه صاحبه اسمها كابين والان هتبقى ان، يبقى جي ان كابين. الايل هتبقى ال هي، والاي ثابته، وجورمون هتاخد او تبقى جورموند. يبقى انا عندي صديقه الي جورموند، يعني هي بتاكل باستمرار الي جورموند. تمام. نيكولا اي بافار. نيكولا ده اسم ولد. اي بافار، بافار قلنا المره اللي فاتت لا بيرسون بافارد، الشخص يعني بافار سي لا بيرسون كي بارل بوكو، الشخص اللي بيقعد يرغي كتير قوي، عمال على بطال قاعد نون ستوب توكينج، بيقعد يتكلم كتير قوي. طيب نيكولا اي بافار اي انتليجون، هو رغاي وذكي الاثنين. نيكولا يحمل الصفتين رغاي وذكي. طيب عايزه اقنس دي هعمل ايه؟ هشيل نيكولا، هحط نادين، هحط ماتيلد، هحط اي اسم بنت، او ممكن اشيل واقوم حاطه الضمير ال. يبقى ال الفيرب بينزل زي ما هو او اس تي، يبقى نادين ايه او ال ايه. بافار بيخلص بالدي، والدي حرف ساكن، فلما اقنس هحط او هتبقى بافارد، يبقى نطقت الدي في المؤنث. الاو تي قلنا بتاعت العطف هتنزل زي ما هي، والانتليجون هزود او تبقى انتليجونت، يبقى نادين اي بافارد اي انتليجونت. نادين بنوته رغايه وذكيه الاثنين. تمام. يبقى انا خدت صفات جديده، خدت شكلها في المذكر، خدت شكلها في المؤنث، خدت في صفات ما بتتغيرش لا مذكر ولا مؤنث، زي تيميد زي سوسيابل، وكل الصفات اللي بتخلص بالاو كده زي رومانتيك وسيمباتيك. اما الصفات اللي بتخلص بحروف ساكنه زي جورمون تخلص بالدي هتبقى جورموند، امباسيون تخلص بالتي هحط او تبقى امباسيونت، وهكذا. داكور. يلا نشوف عندنا ايه تاني. تعالى كده، يعني احنا عملنا اكزرسيس بنمرنك فيه على شكل الشغل، ماشي، بس مش هو اللي جاي في الامتحان. تمام. ده اللي هو الاكزرسيس بتاع حط في المؤنث اللي فات. تعالى بقى حاجه اكيد اكيد جايه في الاكزامه. خلي بالك ان كل وحده فيها ميني بروجي وبروجي فينال، تخلي بالك قوي من الشغل في المنطقتين دول، اللي هو الميني بروجي يعني مشروع صغير، والبروجي فينال اخر الوحده اللي هو المشروع النهائي. دول حضرتك انا كتلميذ المفروض ان انا هنا لما اشتغل على الميني بروجي يبقى اتعلمت مثلا في نص الوحده ان انا اتكلم عن
حاجتين، اقدم نفسي مثلا بالاسم واقول مثلا كاركتير، تمام. اما بروجي فينال لازم اكيد ان انا معلوماتي زادت شويه، يعني ممكن اتكلم عن نفسي، هقول انا عندي كام سنه، او هقول انا اكون في مدرسه ايه، وبعدين اتكلم على الكاركتير بتاعتي، تمام. ده البروجي فينال. وممكن كمان اعمل سو بريزونتي، اقدم نفسي، او بريزونتي كالكان، اقدم شخص ما. قولي مثلا كلمي عن تون كامراد او تون نوفو كامراد، قدم زميلك الجديد في الكلاس، او قدم نفسك للكلاس بتاعك، بريزونت توا او ريست دو لا كلاس. او يجي مثلا يتكلم معاك يقول لك ايه، يقول لك بريزونت تون سيبر كوب، قدم لنا صاحبك اللي انت تعرفه على السيبر، او اللي انت بتعمل شات معاه، تمام. عرفنا ايه اسمه وعنده كام سنه وبيروح مدرسه ايه وهو تلميذ في انهي صف والكاركتير بتاعته ايه وبيحب ايه ومش بيحب ايه. لان الوحده كلها لو انت فاكر كانت ماتيلد بتتكلم عن نفسها، جو سوي ماتيلد او جو مابيل ماتيلد، و جي 15 ans، عندي كذا سنه، وجم وجم با، بحب ومش بحب. فاكر كانت مثلا بتحب حاجات ومش بتحب حاجات. فاذا هو ده السيستم اللي احنا عايزين كل الشباب توصل له في نهايه الوحده، انها تبقى استفادت ايه من الوحده. اتكلم عن نفسك، اتكلم عن نفسك تقول ايه، تعالى ما نشوف. ده اكيد شغل امتحانات، يعني شغل بنك المعرفه اكيد. يبقى تخات لو سوجي سويفون، تخات لو سوجي سويفون يعني اتكلم في الموضوع الاتي. الموضوع الاتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي بريزونت توا اتون سيبر كوبان. بريزونت توا يعني قدم نفسك لتون سيبر كوبان، لصاحبك اللي على السيبر. اكري دو 15 ا 20 مو، اكتب من 15 الى 20 كلمه. اوتيليز لي زيليمون سويفون، هو مش سايبني لوحدي كده ان انا اكتب من 15 ل 20 كلمه، هو قال لي اوتيليز لي زيليمون سويفون، يعني استخدم العناصر الاتيه، يعني مديني عناصر مساعده. ايه العناصر المساعده؟ كلمه برينو يعني اسمي، يبقى انا مطلوب ان انا اتكلم عن اسمي. ليسي، ليسي يعني المدرسة اللي أنا أذهب إليها، أنا أكون في مدرسة إيه. الجو، الجو يعني أنا بحب إيه ومش بحب إيه، زي ما ماتيلد قدمت نفسها أول اليونيتي، تمام. فلو سمحتم كل الشباب اللي احنا بنقوله ده، والحتة دي بالذات مهمة جدا، عشان هو ده شغل الامتحان إن شاء الله. داكور، يلا نقول تاني. présente toi à ton cybercopain، قدم نفسك لصديقك اللي على السيبر. اكتب، écris de 15 à 20 mots، وده الاسلوب الجديد في الشغل، ان هو يديني عدد كلمات، ودي حاجه سهله مش صعبه، لان على الاقل اي كلمه او اي جمله بسيطه هتبقى مكونه من على الاقل 3 كلمات. نقول je suis احمد، انا اكون احمد، يبقى دي 3 كلمات، ماشي. كل كلمه بتعد. لو قلت إل سابل مراد، يبقى الإل كلمة والأس كلمة وأبل كلمة ومراد كلمة، بقيت أربعة، تمام. فالدنيا سهلة مش صعبة. لما يقول لي إكري دو 15 أفان مو، كتب لي من 15 ل 20، ده مش هتبقى حاجة صعبة، هتبقى إن شاء الله حاجة سهلة أوي. يلا، وهيديني كمان إليمون، هيقول لي أوتيليز لي إليمون سويفون، استخدم العناصر الآتية. برينون ليسي جو، اسم والليسي اللي هو المدرسة، سواء هتقول اسمها أو تقول المدرسة فين، والجو اللي هو الذوق. طب تعالى ما نشوف كده، يلا. سالو، أبدأ بسالو عشان أحسب كلمة. سالو يعني أهلا أو هاي. جو مابيل كريم، أنا اسمي كريم، أو حط أي اسم حضرتك نفسك فيه. جو سوي أو ليسي الحرية، أنا أكون في ليسي الحرية. J'adore le foot et le français. أنا بعشق الكورة والفرنساوي، ودي كلمتين مهمين وكلمتين مشهورين جدا. كل الناس تعرف يعني ايه فوتبول، كل الناس تعرف يعني ايه فرنسي، تمام. طيب بما اني كمان بتكلم على الجو، ممكن اقول je déteste la danse et le dessin. déteste يعني انا مش بحب او انا اكره، بكره la danse اللي هو الرقص، والdessin اللي هو الرسم. تعالى كده لما نعد، يا ترى حته صغننه زي دي كام سطر؟
او الكام سطر دول عملوا كام كلمه، عشان هو ده المهم. سالو كلمه، جو مابيل كريم، كده خمسه. الجو بكلمه، الام بكلمه، ابيل كلمه، كريم كلمه، يبقى جو مابيل كريم كده اربعه، وسالو واحده بقت خمسه. وجو سوي او ليسي الحريه بقت كام؟ جو سوي او ليسي الحريه، دول كده سته. سته وخمسه بقوا كام؟ بقوا 11، 11. طيب جادور، جو بكلمه، ادور بكلمه، لو فوت ادي كده كلمتين اربعه، اي لو فرونسي يبقى كام؟ يبقى سبعه. سبعه وعندي فوق 11 سافي كامبيان؟ 11 بلس 7 يبقى 18، 18. 18 من غير كمان ما اقول السطر الاخير اللي هو انا اكره الدانس والديسان. شفت ان الدنيا بسيطه ازاي؟ هو قال لي من 15 افا، من 15 الى 20، يبقى ما يقلش عن 15 ما يزيدش، يعني لو زاد والله يعني خير وبركه، بس هو ايه مديك حدود على اساس ان انت ما تحسش ان الموضوع فيه عبء عليك. داكار؟ فادي كده الثلاث جمل دول عملوا لي 18، صح؟ عملوا لي كام؟ مش قلنا 11 و 7 في 18، 11 و 7 يبقى 18، يبقى عملوا لي 18 مو، 18 كلمه. يبقى الدنيا ايه؟ بسيطه ولا صعبه؟ ان شاء الله تبقى بسيطه. تعال نشوف حاجه تانية. طيب ده لو كان ولد بيقدم نفسه، افرض لو كانت بنوته بتقدم نفسها، هتقول ايه؟ سالو جو مابيل ماتيلد، اللي هي البطله بتاعت الوحده الاولى بتاعتنا، انا اسمي ماتيلد، جو سوي او ليسي ماري كوري، انا اكون في مدرسه اسمها ماري كوري، ده ليسي مشهور جدا في باريس او في فرنسا عموما، في كذا ماري كوري. جيم لو روج الي مات، نفس الكلمات بتاعه الوحده بتاعت الكتاب بتاعنا. يعني انت لما تقلد شغل الكتاب ده حلو مش وحش، يبقى انت كده اتعلمت. يبقى جيم لو روج الي مات، انا بحب اللون الاحمر وبحب ماده الرياضيات. جو ديتست لا ميوزيك الي فير، وانا مش بحب لا المزيكا ولا اللون الاخضر. ده كمان ممكن، يعني هي ابوبخي تقريبا نفس عدد الكلمات، تقل واحده تزيد واحده، المهم هيبقى في البورسنتاج بتاعتنا اللي احنا طالبينها، او في السيستم التقريبي من 15 الى 20 كلمه. يبقى جو مابيل ماتيلد، جو سوي او ليسي ماري كوري، جيم لو روج اي لي مات، جو ديتست لا ميوزيك اي لو فير، دي بنوته اسمها ماتيلد بتقدم نفسها. وده حرفيا شغل الكتاب بتاع حضرتك، يعني على اساس احنا حبينا نجيب النموذج ده استرشادي، علشان لو حد قال لي انا مش عارف او اقدم نفسي ازاي، طب اعمل ايه؟ هقول له اهو احنا جبنا الصوره بتاعت الوحده الاولى اللي ماتيلد بتقدم فيها نفسها، وعملناها على البروجي فينال اللي هو المشروع النهائي، ليقدم نفسك او قدم صديق ماشي بالاسم وبالليسي وبالجو. ما عملناش اكتر من احنا رجعنا للمدرسه للكتاب بتاع المدرسه بتاعنا وشغلناه، عشان تعرف ان الدنيا بسيطه ما فيهاش مشاكل. تمام؟ طيب تعال نشوف واحد تاني. بنقول ايه بقى؟ ترات لو سوجي سويفون، تعالى اعمل الموضوع ده، اكتب في هذا الموضوع، اكتب في الموضوع التالي. بريزونت توا او ريست دو لا كلاس، قدم نفسك الى باقي الايه؟ الى باقي الفصل. طيب اكري دو كانز افامو، اكتب من 15 الى 20 كلمه. واوتيليز لي زيليمون سويفون، وبرده استخدم العناصر التاليه. عندي برينون، عندي اج، عندي كاركتير. هنا برينون يعني اسم، واج العمر، والكاركتير اللي هو السن، علشان ماتيلد وهي بتقدم نفسها في الوحده قالت انا عندي 15 سنه. فاذا الناس سهل جدا ان هي تقول لي انا عندي 16 17 18. احنا حفظنا الارقام دو 1 à 50، من ضمن الشغل المهم في الوحده ان حضرتك عندك الارقام من 1 الى 50، فسهل جدا تقدم نفسك او تقدم حد باسم واج وكاركتر. داكور؟ تعالى كده ما نشوف. بونجور جو مابيل لوسي، انا اسمي لوسي.
وجي 16 ans عندي 16 سنة. الكاركتر بقى هي شايفة نفسها ان جو سوي سوريانت انا دايما مبتسمة، ورومانتيك البنات كلها فيها طبعا سنة كتير رومانسية، ايه اغضني ومنظمة، ودي صفة هايلة يا لوسي والله، يا رب كل البنات والشباب يبقوا مرتبين زي كده. طيب تعال نعد كده، يبقى بونجور ادي كلمة، جو مابيل لوسي، يبقى 1 2 3 4 و 1 فوق بقى صفي 5. جي 16 ans برضو الجو بواحدة والآ إي لو فيرب أفوار بكلمة، 16 كلمة 11 كلمة بقوا 4، ف 4 و 5 صافي كام؟ 4 بلس 5 صافي 9، كده 9 كلمات. جو سوي سوريانت كده دخلنا في 3 و 9 بقوا 12. رومانتيك ها 13، اي اوردوني وكمان مرتبة 15 بالسنتي، كده 15 كلمة بالظبط. يبقى بونجور je m'appelle Lucie و j'ai 16 ans je suis souriante romantique et ordonnée، كده 15 كلمة بالظبط. ماشي، كلها حاجات بسيطة، انا اسمي الناس كلها تعرف verb s'appeler، واللي ما يعرفش لو سمحتم الافعال مهمة جدا، عندي verb s'appeler، عندي verb être، وكمان verb avoir اللي هو بتكلم بيه عن السن، جي 16 ans. تمام. بعد كده الصفات المهمة اللي وردت في الوحدة، من سوريانت مبتسم، لأردوني يعني منظم، وعكس أردوني اللي هو غير منظم، وبعد كده رومانتيك اللي هي تحتمل ولد وبنت، الولد ممكن يبقى رومانسي بس البنت هتبقى أكيد رومانسية أكتر، وبعد كده عندي الامباسيون اللي هو غير صبور، وتبقى بالأ غير صبورة، عندي بعد كده الجورمان اللي هو بياكل كتير، وازود او تبقى جورموند، عندي بافار اللي هو الرغاي، واحط او في المؤنث يبقى بافارد رغايه. تمام، وايه تاني؟ طيب نشوف اللي بعده، شوف كمان واحد على نفس السيستم اللي احنا اتكلمنا فيه، فاكره ولا مش فاكره؟ لو مش فاكره ممكن نرجع له، فاكره؟ طيب يبقى قلنا لك ايه، قدم نفسك لباقي الفصل عن طريق البرينوم والاج والكاركتر، يعني اسمك وعمرك، وقدم لنا نفسك عن طريق الصفات، صفاتك ايه، انت شايف نفسك صفاتك ايه. فهنا الولد بيتكلم بيقول بونجور جو مابيل منير، انا اسمي منير، و جي 17 ans، عندي 17 سنة. جو سوي سوسيابل، قلنا سوسيابل اللي هو عنده صحاب كتير، يبقى انا اكون سوسيابل. انتليجون، وانا ذكي، انا اجتماعي وعندي صحاب كتير وانا ذكي. مي ديزوردوني، لكن انا مش منظم، صفه مش حلوه دي يا منير، يعني احنا عايزين الشباب زي البنات الاتنين يبقوا منظمين، يعني التنظيم ده مهم جدا حتى عشان بعد كده حياتك تبقى مرتبه يعني. طب تعالوا كده اما نشوف العد، يا ترى هنا هتبقى الدنيا اخبارها ايه. بونجور كلمه، وجو مابيل منير قلنا 4، والبونجور ادي 5، جي 17 ان بقى 4 و 5 قلنا 9، جو سوي سوسيابل 3 على 9 بقى 12، انتليجون مي ديزوردوني برضو 15 بالسنتي. تمام، اذا سهل قوي قوي ان حضرتك تعمل موضوع لنص السنه، امتحان نص السنه، ماشي، تتكلم فيه عن اسمك، عن سنك، عن المدرسة، عن الكاركتير، عن الجو. شفت انت بقى ممكن تتكلم دلوقتي عن كذا حاجة بالفرنسية ازاي؟ جو مابيل وتحط اسمك، جو سوي إليف أو ليسي وتحط اسم المدرسة، جيم مثلا لا ميوزيك أو لو فوت أو لو فرونسي، جو ديتست لو روج لو فير، أي حاجة، أنا بحب كذا وأنا مش بحب كذا. تمام، وبعد كده جو سوي، جو سوي souriant, je suis gourmand, je suis impatient, je suis sociable. تمام؟ يبقى إذن كده إحنا رجعنا لك على الوحدة الأولى كاملة بالثلاث دروس بتوعها، اللي هما كانوا فيهم إيه؟ كانوا فيهم أرقام من 1 لـ50، وكان فيهم الألوان، وكان فيهم طبعا البرونون سوجي اللي هي ضمائر الفاعل،
وكان فيهم فعلين مهمين جدا اللي هو فيرب سابولي وفيرب اتخ. وكان في كلمات مهمه جديده قوي كفوكابولار، يعني ايه جار فوازان، يعني ايه حي كارتي، يعني ايه زميل كامراد، يعني ايه مثلا صاحبي من على السايبر اللي هي سيبر كوبان، والكلمات المذكر والكلمات المؤنث. ماشي. وخدنا كمان ارتيكل انديفيني اللي هي ادوات النكره، وختمنا بالادجكتيف اللي هي الصفات الشخصيه اللي بنحدد بيها الكاركتير، سمات الشخصيه للشخص، سواء انا سواء الشخص اللي قدامي، يعني اوصف نفسي واوصف صحابي. وكل ده حطيناه في الاخر على شكل الامتحان، ان اخر طبعا الامتحان هيبقى دايما هيجي لي موضوع، وفهمتك من اول مره اهو، قلت لك الموضوع هيجي لي اكتب من 15 الى 20 كلمه، وممكن يجي لي وسائل مساعده زي العناصر. تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا، ونبقى راجعنا معاكم الوحده الاولى، كل واحد ناقصه حاجه يبدا يذاكرها ويشتغل عليها، وان شاء الله نشوفكم على خير المره الجايه. ميرسي بور فوتر اتونسيون، بون جورني، اوفر.